اقترنت ليلة السابع من محرم الحرام بأبي الفضل العباس عليه السلام. تستذكر مواكب العزاء الحسينية أبناء السيدة أم البنين عليها السلام. أربعة من أبنائها وهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان استشهدوا في عاشوراء. ذكرت الروايات إن العباس عليه السلام تلوع كثيرا في هذا اليوم سنة 61 للهجرة، حينما رأى أطفال أخيه وأهل بيته يستغيثون وجيش يزيد يمنعهم من الماء. روى العباس عليه السلام عطاش كربلاء وأنقذهم من الظما فلقب بالسقاء. ومنذ ذلك الحين اعتاد المعزون توزيع الماء في شهر محرم الحرام. توزيع الماء يمثل رمزا لموقف العباس عليه السلام في إرواء ظمأ عطاش عاشوراء.